أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله في إضاءات من جديد. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع معالي وزير الحج السعودي الأستاذ إياد أمين مدني. قبل قليل كنت مع الوزير تتحدث عن مقترح فيما يتعلق بمقترح الأزهر والحديث عن الجانب الشرعي في مسألة الحج، فرمي الجمرات إليك في مسألة رمي الجمرات بالذات. طبعا الأمر لا يخص الأزهر فقط، لكنه هذا أمر مطروح من يعني على مستوى الفقهاء والمشايخ وطلبة العلم، وهو الوقت الشرعي لرمي الجمار. نعم، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ نحن في وزارة الحج نقول أن الأمر فيه رخصة وفيه سعة وفيه أقوال تأخذ بالتوسع في هذا الوقت، ونسعى لإقناع كل الحجاج بأن يأخذوا بهذه الرخص، بأن الرمي متاح على مدار اليوم. بس كيف تسعون إذا كان بعض المفتين المعتمدين من يعني ضمن الحج يفتون بخلاف ما تسعون إليه، بل يشددون أحيانا؟ يعني أنا حجيت وكنت أشوف أنه بالميكروفونات الناس تمشي تقول لا ترمون قبل الزوال. هؤلاء ليسوا من المفتين، هؤلاء إخوة يأخذهم الحماس ويعتقدوا أن قناعاتهم يجب أن يعني تصل إلى عموم الحجاج، وأعتقد من الموسم الماضي أو ما قبل الماضي خف هذا الأمر حتى يترك الناس لقناعاتهم ولمشايخهم ولفقهائهم ويعني لقراءاتهم. لكن أقول أنا من زاوية سلامة الحاج وطمأنينته، فنحن نسعى لإقناع الجميع أن يكون الرمي على مدار الساعة، أن يؤخذ بالتوكيد. يا أخي، المرأة العاجز السن الضعيف، هناك الحقيقة كثير من الرخص لو بينت لو أظهرت لو كان هناك سعي دؤوب عند الجميع لكان يعني إن شاء الله الأمر أسهل. طبيعة الحال يعني لابد أن تدرك أن الحاج الحقيقة يأتي بقناعة، هو من بلده الحقيقة، هو لا يأتي، لا يمكن لنا أن نشكل عنده قناعة جديدة فيما يخص بكيف يؤدي حجته. يعني هذه القناعة تشكلت من إمام مسجده، من شيخه، من أو مفتي الحملة أو من بلده الحقيقة. فالسعي هذا اللي أحدثك عنه يبدأ من هناك، من هذه النقاط، نقاط البداية. جميل. عندي نقطة ثانية جديرة بالطرح، امتدادا للكارثة التي حصلت العام الماضي وذهب ضحيتها نحو 250 حاج. يعني قرأت لكم تصريحا العام الماضي بأنكم ستستضيفون بداية 7500 من أقارب ضحايا جسر الجرات، هل لازلتم ماضين في هذه الفكرة؟ احنا استضفنا 3 من ذوي الذين توفاهم الله. 3 بس؟ هذا الذي أعلن وقتها عن كل شخص، هناك يعني 3 من أقرباء، ورتب الأمر وهم إن شاء الله سيكونوا 750 ضيوفا. 750. نعم. إذن 750 واحد على ضيوف على وزارة الحج. على وزارة الحج. طيب، ننتقل من هذا الخبر المفرح إلى مسألة الحديث. هل أعلن عنه من وقت؟ من بعد وقتها. بعد الحج الماضي. نعم. مع الوزير، يعني كل سنة يحدث وفيات في الحج، يرتفع العدد عام وينخفض في أعوام ثانية. ما في إمكانية أنه يكون حج بدون وفيات على الأقل يعني بهذه الأعداد الكبيرة؟ يعني هذا سؤال متى فيزيقي يعني ولا سؤال إحصائي؟ والله ما أدري، أنت يعني قلبه زي ما تبقى، بس عطنا حج بدون وفيات يا محل الوزير. هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ما في شك. لكن الحج هو تجمع لعدد يعني لحشد من البشر يؤدون، يعني ما أحتاج أشرح لك أو أشرح للإخوة المشاهدين، يؤدون نفس الطقوس في ذات الوقت في ذات الساعة. فهو تحدي تنظيمي الحقيقة كبير، في ظني لا يماثله يعني تنظيم لحشود في أي مكان آخر أو في أي تجربة أخرى، أنه ذات الأعداد في المساحة الرقعة الصغيرة وفي الوقت المحدد وفي ذات الوقت، لا، وبالقناعات الراسخة لأن يؤدى الأمر كما يعني يؤدى. فالوفيات يعني الحقيقة ليس هناك من شخص يستطيع يقطع بأمر، يعني الناس يأتون في أعمار مختلفة، جنسيات مختلفة، مثلها مثل حوادث المرور، مثلها مثل حوادث الطيران، مثلها مثل حوادث الاستادات الرياضية، يعني أي تجمع للبشر، أي أمر بشري.
احنا نتحدث عن يعني ان كان هناك سبب في منشأة او سبب في تنظيم يؤدي الى لا قدر الله الوفيات، لانه يعني هذا الذي نعمل في التسعينات والثمانينات كان في مشاكل الحرائق، تم القضاء على هذه المشكلة عبر الخيام المطورة اللي غير قابلة ضد الاشتعال، ودفعت مبالغ طويلة ويعني كبيرة دفعتها الحكومة السعودية لإنشاء هذه ٤ بلايين ريال، 4 بلايين ريال قيمة الخيام، أكثر من بليون دولار فتم تجاوز إشكاليات الحرائق، بقي مشكلة التدافع عند الجمرات. يعني أنا أود أسأل، العام الماضي مع الوزير أنت صرحت بأن يعني بالنظر إلى أوراق الثبوتية للضحايا 250 وجد أن معظمهم من المتخلفين، هل كانت المسألة يعني محاولة لربط التخلف بأنه الضحايا متخلفين؟ لا، يعني إن كان الذي قلته أن سبب من أسباب التدفق الذي حدث هو المتخلفين والحجاج الغير نظاميين، من الأسباب التي أدت إلى الحادث في موسم العام الماضي. يعني ما أحد قال أنه الذين يعني ماتوا بالفعل هم من المتخلفين، هم يعني يختلفوا، بعضهم حجاج نظاميين وبعضهم غير نظاميين ومن جنسيات متعددة، بعضهم من الداخل بعضهم من الخارج. بس أؤدي أنبه لأمر، الآن الحجاج النظاميين هم من مصدرين، يا إما من خارج المملكة يا إما من داخلها. اللي من خارج المملكة يأتوا عبر بعثات حج، جهات رسمية في دولهم تنظم لهم هذه الحج وتأتي إلى المملكة ونتفق معها على إسكان وخدمة هؤلاء الحجاج في المشاعر وفي مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. يعني أنتم تتفاوضون مع أكثر من 150 بعثة حج خارجية تقريبا.